كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا رجاء. صباح الخير يا جمانة، وإن شاء الله يوم سعيد عليك وعلى كل المصريين. صباح الخير على كل أهلنا وناسنا. امبارح كان يوم من الأيام اللي هتفضل يعني محفورة في الذاكرة، كان يوم مليان بالفخر والعزة مع حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2024. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شاركوا في الاحتفالية اللي بدأت بمشهد مهيب بيحمل معاني كتيرة جدا، بيحمل معاني لها علاقة بقوة وجاهزية الجيش المصري. في البداية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاه سمو الشيخ بن زايد افتتحوا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الأدارية الجديدة. جمانة، موضوع الافتتاح كمان في التوقيت ده وإحنا في شهر أكتوبر شهر النصر كان لحظة مليانة برمزية، لأنه الأكاديمية الجديدة مش مجرد مبنى الحياة لكنها علامة على انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل للجمهورية الجديدة. الافتتاح ده بيؤكد أنه الجيش المصري دايماً في المقدمة، مش بس في ساحة القتال لكن كمان في تطوير مؤسساته وتدريبه للضباط على أعلى المستويات. بعد الافتتاح ابتدينا نشوف العروض العسكرية المبهرة والمشرفة اللي خطفت الأنظار. واحد كمان من أهم العروض كان عرض قوات الصاعقة المصرية اللي دايما بتبهرنا بقدرتها الفائقة على تنفيذ مهامها بدقة وسرعة. فعلا العرض ده كان رسالة واضحة جدا إن الجيش المصري دائما وأبدا مستعد لأي تحدي، وإن الجيش المصري قادر على حماية أرض الوطن من أي خطر. العروض ما وقفتش هنا، شفنا كمان استعراض الموسيقات العسكرية اللي كانت تحفة فنية بجد. كمان كان جميل جدا مشهد الطلبة العسكريين لما شكلوا بأجسامهم شعارات وطنية زي مثلا تحيا مصر والأوكتاجون. كان في حس وطني كده عميق بيظهر في كل حركة هم عملوها. العروض دي أكدت أن الجيش المصري زي ما قلنا مش بس بيهتم بالقوة لكن كمان بالروح والانتماء لأرض الوطن. بعد كده جه دور الاستعراضات القتالية. الطلبة قدموا عروض مذهلة في استخدام السلاح والمهارات القتالية واستعرضوا قوة التدريب اللي حصلوا عليها على مدار سنوات. كان واضح جدا قد إيه كل طالب فيهم جاهز للدفاع عن بلده بأعلى درجات الاحترافية. المهارات دي مش مجرد حركات شفناها مع حضراتكم امبارح لكنها هي نتيجة تدريب طويل ومجهود كبير جدا عشان نضمن أن كل ضابط في الجيش بيكون مؤهل لحماية الوطن. امبارح كان الاحتفال بتخرج دفعة السادات لسنة 2024، اختير اسمها نسبة للرئيس طبعا الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. اختيار اسم رئيس الراحل السادات للدفعة دي بيحمل دلالة كبيرة جدا لأنه بيتزامن مع ذكرى طبعا انتصارات أكتوبر المجيدة اللي غيرت تاريخ المنطقة كلها وأثبتت أن الجيش المصري جيش قادر على تحقيق المستحيل. الخريجين الجدد دول بيكملوا مسيرة أبطال نصر أكتوبر وبيستعدوا أن هم يواجهوا التحديات المعاصرة بروح أكتوبر اللي دايما بتبقى محفورة في قلب ووجدان كل مصري. يمكن الصورة اللي شفناها امبارح والمشهد اللي تابعناه امبارح وتخرج أبطال جدد من دفعة السادات تأتي وسط ظروف دقيقة وصعبة ما بين تحديات أمنية وسياسية بتؤثر على استقرار الشرق الأوسط. تخرج دفعة جديدة من الضباط في الوقت ده بيكون رسالة قوية إن مصر دايما جاهزة. كان واضح قد إيه كل طالب فيهم جاهز للدفاع عن بلده بأعلى درجات الاحترافية، وقبل كل اللي احنا شفناه وقبل هذه المهارات كمان العقيدة المصرية. أما بالنسبة للمهارات، المهارات دي زي ما قلنا لحضراتكم هي مش مجرد حركات لكنها نتيجة مجهود وتدريب طويلة جدا عشان نضمن أنه كل ضابط وكل جندي في الجيش كل فرد أنه يكون مؤهل لحماية هذا الوطن
والأهم وعلى رأس كل هذا المجهود هي العقيدة، عقيدة الجيش المصري. ده صحيح. كمان من أجمل لحظات اليوم كان تكريم أوائل الخريجين من قبل فخامة الرئيس، تقديرا لتفوقهم وتقديرا لاجتهادهم. اللحظة دي كانت مليانة بالمشاعر بقى كده والفخر، مش بس ما بين الطلاب لكن من كل الحضور والمتابعين. النجاح ده بيعبر عن جهود جماعية كبيرة، بيمثل كمان الأمل في جيل جديد من القادة اللي إن شاء الله هيحملوا راية مصر قدام. الحقيقة كان يوم حافل بالإنجازات والعروض، وكل لحظة فيه كانت بتعبر عن قوة مصر وعزمها على الاستمرار في بناء جيش قوي يحمي الوطن ويصون كرامته. اليوم ده مش مجرد احتفال بتخرج دفعة جديدة، ده كان رسالة للعالم كله إن الجيش المصري مستعد لكل شيء، وإن مصر دايما بخير وقوة جيشها وشبابها. مرة تانية بتصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والعزة. صباح الخير يا مصر. رجعنا لكم تاني. خلونا بقى دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف. صباح الخير يا دينا، ونتعرف بقى على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظة. صباح الخير يا رجائي، صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. الجو لطيف، صباح النور، الجو لطيف وزي ما وعدتك الفترة. طب الحمد لله. لا، درجة الحرارة النهاردة تخيلي هتوصل العظمى ال 30 درجة، فطبعا العظمى 30 درجة. العظمى 30. لا يا دينا كملي كملي قولي فعلا دلوقتي خلينا نصبح على حضراتكم مرة تانية ونبدأ معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 30 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 27 درجة، وأسوان العظمى فيها توصل ل 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وهنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بحديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، الاحتفالية اللي تزامنت مع احتفالنا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر. سيادة الرئيس اتكلم عن شهر النصر وأكد أن شهر أكتوبر بيجي كل سنة ومعانا سائم الانتصار والمجد، وأن هذا الشهر بنفتكر فيه بطولات الأبطال وتضحيات الشهداء اللي صنعوا نصر أكتوبر العظيم. وقال كمان أن الخريجين دول هينضموا لصفوف الشرف والبطولة عشان يدافعوا عن أمن وسلامة مصر. ده حقيقي. كمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن نصر أكتوبر هيفضل دايما في ذاكرة الوطن، وأن مصر بشعبها وجيشها وقيادتها بتقدر تعمل المستحيل. أكد كمان أن روح أكتوبر مش بس مجرد كلام بيتقال أو بيتردد، لكن دي حاجة جوه معدن الشعب المصري الأصيل اللي بيظهر في أصعب الظروف والمواقف، بيعبر أو بيعبر عن عزيمة وإرادة قوية. تعالوا نشوف كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملاً معه لسائم الانتصار والمجد، تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها، بعد أن تم إعدادهم وفقاً لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية. شعب مصر العظيم في مثل هذه الأيام منذ 51 عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد، انتصاراً يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم، وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال،
بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل. تظهر جلية عند الشدائد، معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة، ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، وفخورة بتضحيات أبنائها. إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبدا الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم. السيدات والسادة، يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد أمن وسلامة بلدانها. ويأتي هذا التصعيد الإقليمي وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من أجل بناء قوتنا المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي وتبديد أي أوهام لدى أي طرف. إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة، وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليميا ودوليا، بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية. ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع. شعب مصر الأبي الكريم، اسمحوا لي أن أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوما عن التصدي لتحمل المسؤولية مهما ثقلت، وتأدية الأمانة مهما بلغت تحية لها بجميع أجيالها، من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة. وسلاما على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها، وتحية لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموهم ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئنا. كما نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات، بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام بالشجاعة والرؤية الاستراتيجية، ونقول لروحه اليوم: إنما وهبت حياتك من أجله لن يضيع هدرا أو هباء، بل وضع الأساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا، يحيا مرفوع الرأس على أرضه، لا ينقص منها شبر ولن ينقص بإذن الله. وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم. ودعوني أؤكد في ختام كلمتي أن سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية.
لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته، فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ، وإن اختلفت صورها وستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب، وسيستمر تقدمها للأمام محفوظاً بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم. كل عام وأنتم بخير، ودائماً وأبداً وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات افتتح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، ده بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية المختلفة كلمة للشيخ محمد بن زايد قال فيها: أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لي أرحب بك وبالوفد المرافق لك، أشكرك على أنك أصريت أن تكون موجودا معنا النهاردة. أنا عارف المشاغل الكبيرة، لكن وجودك معنا شرف كبير قوي لينا وحاجة دايما تسعدنا. كل الشكر ليك يا شيخ محمد على وجودك معنا، وربنا يحفظك ويحفظ بلدنا من كل شر وسوء، ودايما مع بعض في الخير. خلينا نكمل مع حضراتكم في أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن بينها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. أكد الرئيسان خلاله حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعت ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. أكد الرئيسان خلاله حرصهم على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهم ومصالحهم المشتركة. وحرص الرئيس على تأكيد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الإفريقي بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً التطورات الإقليمية سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، وأيضاً على صعيد عدد من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي، وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12. خلال الاجتماع قدمت الدكتورة منى العوض عرض تفصيلي حول الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر المقبل. وأشارت إلى الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسؤولين الدوليين لحضور المنتدى، وأيضاً موقف التسجيل لحضور فعاليات المنتدى اللي بتتخطى 530 فعالية، مضيفة أن المعرض الحضري سيضم نحو 170 عارض من مصر ومختلف البلدان. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية جلسة مباحثات موسعة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وأكد مدبولي عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معا على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة بما ينعكس على علاقات التعاون المشتركة بين مصر وولاية بافاريا. كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة لوفد ولاية بافاريا بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، لا سيما في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصري الآن، زي تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي.
كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم خلال اجتماع عقده، وأكد مدبولي أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم اللي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه. ووجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة للجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقي التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم. وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها اللي قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غالي ونفيس من أجل مصرنا الغالية والحفاظ على أمنها واستقرارها والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية اللي بتشمل كل شبر من أرضها المقدسة. شاهدينا فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع نرجع لكم على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد الجوية بتتوقع النهاردة أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، ليصود الطقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر أيضا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الناس كلها فرحانة جدا ومبسوطة بأحوال الطقس اليومين دول. الطقس الصبح بيكون مش حار جدا، وبالليل الجو بيكون لطيف قوي لدرجة هو ساعات بيكون برد بالليل يعني. هو طبعا بالفعل يمكن احنا بنشهد خلال هذه الأيام انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، فترات النهار وأيضا فترات الليل، وكمان أجواء خريفية بامتياز في معظم المحافظات، لأن معظم المحافظات بتشهد انخفاض قيم درجات الحرارة، وكمان نسب الرطوبة بدأت تقل بشكل كبير، وإحساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو قل بشكل كبير. ده فعل وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده يمكن بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتظهر خلال فترات النهار، فبتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد على إحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة والأجواء الخريفية. العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن هي تكون 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدا كمان في وقت الظهيرة. فأجواء فترة النهار بتكون أجواء ما بين المائلة للحرارة. ده 30 دي درجة حرارة مثالية زي ما بنقول يعني. بالفعل أجواء خريفية، أجواء معتدلة بشكل كبير. يمكن فترة النهار الأجواء بس في وقت الظهيرة مع وجود أشعة الشمس بتكون، ولو أنا بتحرك تحت أشعة الشمس كمان، بتكون ما بين المائلة للحرارة للحر في معظم محافظات الجمهورية. التحسن أكثر بالفعل كمان بيكون فترات الليل، احنا بدأنا نحس فترات الليل أجواءها معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، بل كمان المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بشكل كبير بتحس ببعض البرودة الخفيفة كده، خاصة فترة الليل المتأخر أو في فترات الصباح الباكر، لأن الصغرى كمان فترة الليل انخفضت 20 21 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، لو في مدن جديدة هحس كمان أقل من 21 درجة مئوية. كمان في فترات المساء ساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح، بتحس كده بعد فتره المغرب وجود نشاط للرياح، بيخلينا نحس بالجو برد اكتر. بالظبط، ده بيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، مع الاستقرار اللي احنا بنعيشه في الاحوال الجويه. الشبوره طبعا بتكون الظاهره الجويه المؤثره في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هتظل شبوره مائيه خفيفه تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، مش هتاثر تماما على حركه المرور. بالاضافه كمان عندنا اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1 إلى 1.5 متر، مؤهل تحت اعمال طويل الملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر ايضا معتدل ارتفاع الامواج من 1.5 ل 2.5 متر، نخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر الاحمر،
لكن بصفة عامة أجواء عايزين ننوه ده عن ده يا دكتور، لأن طبعا احنا في لونج ويك اند، ففي ناس كتير يا إما في الساحل يا إما في ناس برضو سافرت الغردقة ومنطقة البحر الأحمر، فحابين نعرف من حضرتك فعلا بتقولي إن البحر الأحمر يعني في ارتفاع طفيف في الأمواج. هو داخل عمق البحر الأحمر بالفعل في ارتفاع في الأمواج بيوصل ل 2.5 متر، فهنخلي بالنا بس ونكون حذرين، يعني بلاش نتعمق داخل البحر الأحمر بشكل كبير، لكن قيم درجات الحرارة منخفضة تسمح إن احنا نستمتع بالأجواء فترة النهار فترة الليل. البحر المتوسط معتدل تماما، ارتفاع وأمواج مناسب تماما إن احنا نستمتع بالأجواء، لأن بالفعل احنا عندنا فترة أجازة مكملة معانا لحد بداية الأسبوع اللي جاي، والاستقرار ده في الأحوال الجوية كمان مكمل معانا لحد الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، مش هنلاقي تغير كبير في قيم درجات الحرارة. يعني احنا العظمى على القاهرة الكبرى هتظل ما بين 30 ل 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال الفترة اللي جاية كمان الأسبوع اللي جاي مفيش أي ظواهر جوية ممكن تخلينا يعني او تاثر على اي اعمال انشطه يوميه، هو فقط احنا بنقول نخلي بالنا لو احنا هنخرج في فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر يفضل ان الملابس تكون ملابس خريفيه او معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره نبتدي تجنبا طبعا لاي نزلات برد، القياده تكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، ونستمر طبعا في المتابعه اليوميه للنشرات. أكيد عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر لحالة الطقس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 30 الصغرى 21، العاصمة الإدارية 30 21، الإسكندرية 29 20، العلمين الجديدة 28 19، مطروح 27 19، دمياط 29 22، بورسعيد 28 22، إسماعيلية 31 20، السويس 30 21، العريش 28 21، كاترين 26 12، طابة 30 23، حلايب 33 25، شلاتين 34 26، شرم الشيخ 34 25، الغردقة 34 23، الفيوم 32 20، بني سويف 32 20، الوادي الجديد 36 21، أسيوط 33 19، سوهاج 34 22، قنا 36 23، الأقصر 37 21، وأخيرا أسوان 38 23. احنا بنعيش اجواء خريفيه معتدله لطيفه جدا، لكن نخلي بالنا طبعا من الفرق الحراره درجات الحراره بين النهار وكمان الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، واولادنا رايحين المدرسه لازم يكون معانا جاكيت خفيف، لان فعلا الجو بيكون فيه هواء بارد شويه مختلف عن الاجواء في النهار، فعشان ما نتعرضش لنزلات البرد وحساسيه الصدر. هرجع مره ثانيه لجمانه ورجائي علشان نكمل معاك فقره صباح الخير يا مصر. اشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. شكرا. طب خلونا دلوقتي نروح بقى نتعرف على اخر اخبار المحافظات. نبدأ بمحافظه الوادي الجديد، بدات الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظه وانتصارات حرب اكتوبر المجيده. في سوهاج تم افتتاح مبنى المعامل المركزيه بكليه الطب بالجامعه، تكلفت 70 مليون جنيه. كمان في المنيا تم افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي نهاية أكتوبر ضمن مبادرة بداية. كمان الإسكندرية هتطلق المسابقة السنوية لمتحف السادات الأحد القادم. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الوادي الجديد بدأت الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وانتصارات حرب أكتوبر الجديدة ويوم الوفاء بمركز الخارجة بحضور كوكبة من المحافظين القدامى ومجموعة من السفراء والمستثمرين والقيادات التنفيذية والشعبية والأهالي. وانطلق موكب الزهور من مراكز المحافظة بتحمل شعارات وتراث من كل قرية، كما تحمل المشغولات اليدوية والتراثية لبعض القرى وعرضها بالشوارع والميادين وسط حشود غفيرة من الأهالي والطلاب في الشوارع. افتتحت جامعة سوهاج مبنى المعامل المركزية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشري مع بدء العملية التعليمية والدراسية بأقسامه المختلفة، وبيأتي إنشاء هذا المبنى وتجهيزه في إطار حرص الجامعة على تقديم التعليم الجامعي لطلاب كلية الطب بجودة عالية بحسب المعايير والاعتماد الأكاديمي المحلي والإقليمي والدولي.
أعلنت محافظة المنيا قرب افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملاوي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وتقدمت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية، وبيتم العمل على جاهزية المستشفيات للتشغيل، وبتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة بداية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في المحافظة. بتنظم مكتبة الإسكندرية المسابقة السنوية 2024 لمتحف السادات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمناسبة الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة، وده يوم الحد المقبل من الساعة 11 صباحاً حتى 2 ظهراً بقاعة المتحف بالمبنى الرئيسي للمكتبة، وبتتضمن المسابقة جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف. بعدها بيتم عقد المسابقة وبيتم توزيع الجوائز على الفائزين، كما تفتح المكتبة أبوابها للجمهور في ذكرى انتصارات أكتوبر يوم الحد 6 أكتوبر من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً. دشنت مديرية الصحة بالشرقية حملة لتوعية طلاب المدارس والعاملين بها عن وحدات إذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، نظراً لأن الجلطة الدماغية بتعد ثالث سبب عالمي في حالات الوفاة والسبب الأول عالمياً للشلل في الوقت الحالي. بتشهد محافظة أسوان تنفيذ أعمال تركيب الممشى الزجاجي بالمستوى الثالث لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وبيساهم هذا الممشى في إتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطني المحافظة للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة ومشاهدة اللوحة الفنية الساحرة على النيل، وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثالثة من المشروع 99%. في شمال سيناء انطلقت فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في قرى جنوب الشيخ زويد، وبيتم تنظيم قافلة متكاملة لأهالي قرية الجورة، وبتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف لدعم المجتمع وتلبية احتياجات الأسرة في المنطقة، كما تهدف القافلة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي. أعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع مياه الشرب في عدد من قرى مركز الإسماعيلية غداً السبت لمدة 15 ساعة بسبب أعمال الصيانة، وبيشمل انقطاع مياه الشرب قرى عين غصين الغربية والضبعية الغربية بسبب إيقاف محطة مياه عين غصين الكبرى لإجراء بعض أعمال الصيانة الخاصة بمياه الشرب للحفاظ على جودة المياه. شهدت محافظة قنا تنفيذ جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بمركز قوس، وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3897 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مع تلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لـ90 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 365 شاب وفتاة. دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيكون موضوع خطبة الجمعة هو وما النصر إلا من عند الله بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية عاد الجامع الأزهر لأنه بيتبع مشيخة الأزهر ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة. وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة لتكون ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة للخطبتين معاً الأولى والتانية كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هتحتفل مختلف دول العالم بداية من الجمعة والمدة أسبوع في أكثر من 90 دولة حول العالم ومنها مصر بأسبوع الفضاء العالمي اللي بيعد أكبر فعالية سنوية خاصة بالفضاء بهدف التثقيف بشأن الأنشطة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بالفضاء. النهاردة هتنطلق منافسات بطولة دوري الكرة النسائية في موسم تاريخي بيشهد مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فأول ظهور لهما بدوري السيدات. بتفتتح منافسات البطولة بديربي قوي يجمع الفريقين في الرابعة عصراً على ملعب الزمالك بـ100 عقبة، وبتشهد 7 مباريات أخرى يلعب فريق ديلفي مع إم بي والمعادي واليخت ضد توت عنخ آمون، فيما يلعب المصري مع زد أف سي ومودرن سبورت مع بالم هيلز والمقاولين العرب مع مركز شباب الأميرية واتحاد باسيون مع البنك الأهلي، وأخيراً بيستضيف الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز. خلونا نروح لمحافظة الإسكندرية. دكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،
أعلنت أن مدينة الأسكندرية هتستضيف يوم المدن العالمي يوم 31 أكتوبر، ده بيجي ضمن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12، هيكون في القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 من نوفمبر الجاي. الوزيرة قالت أن دي المرة الثانية اللي مصر تستضيف فيها الحدث الكبير بعد ما كان في الأقصر سنة 2021، ده طبعا بيبرز مكانة مصر في دعم قضايا التحضر وحل مشاكل المدن، أيضا بيزود قدرتها على مواجهة التحديات. الحدث السنة دي بيجي تحت شعار صناع التغيير المناخي من الشباب، هدفه أنه يشجع العمل المحلي للاستدامة الحضرية. كمان الوزيرة أكدت أن الإسكندرية هتكون نموذج للدور المصري في مواجهة التغيرات المناخية، خصوصا مع التركيز على دور الشباب أن هم يقدموا أفكار جديدة، أفكار مبتكرة بتساعد في بناء مدن قوية ومستدامة. زي ما دينا كانت بتقول يا رجائي، خلاص فصل الخريف بدأ الحمد لله. والجو بقى أفضل، وفصل الخريف بكل تأكيد هو موسم مميز، وبيبقى ممكن كده بنضيف لمسة جمالية لبيتنا، سواء كان بقى في داخل البيت أو لو البيت فيه جنينة صغيرة محيطة بالبيت أو بلكونة، كمان ممكن نزينها من ناحية الألوان بقى لطيفة كده أشجار الخريف. وناس كتير قوي بتنتظر كمان الخريف الحقيقة عشان السبب ده تحديدا، لانه بيعتبر نقطه مميزه لافضل ايام على مدار العام، واللي بتكون اول مميزاته بدء انخفاض درجات الحراره. انا حد اصلا شتوي بطبعي، ما بحبش درجات الحراره المرتفعه ابدا. احنا كلنا هنا في البرنامج يا رجائي شتويين. طيب الحمد لله، طمنتونا. على اي حال، عشان كده احنا هنعرف وهنتعرف على مجموعه متنوعه من النباتات، على مجموعه متنوعه من الزهور كمان اللي هي بقى بتتألق بألوانها الخريفية، لها إضافة، لها لمسة جمالية إلى الحديقة بتاعت البيت، وكمان بتتحمل الطقس المتقلب. معانا على الهاتف الدكتور رامز صابر، الباحث بقسم نباتات الزينة وتنسيق الحدائق بمعهد بحوث البساتين. صباح الخير، أهلا بحضرتك دكتور رامز. خلينا نتعرف في البداية على أهم الزراعات المناسبة لفصل الخريف في حديقة البيت، وليها طابع كمان مميز في الألوان الجذابة. صباح الخير أستاذ رجائي، صباح الخير أستاذ جمانة، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. الحقيقة هو فصل الخريف فلكيا كان يوم الأحد 22 سبتمبر، وإن شاء الله يستمر معنا 89 يوم حتى يوم 20 ديسمبر. الخريف طبعا بيتميز بهبوط ملحوظ في درجات الحرارة، بتصبح في السماء فيها بعض الغيوم وقد تمطر في بعض الأحيان في أواخر الفصل. قد تكون الأجواء صافية ومشمسة في بداية الفصل زي ما احنا موجودين دلوقتي. في خلال نوفمبر في نص الكرة الشمالي، وفي مايو في نص الكرة الجنوبي اللي هو بيعتبر الخريف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، هو فصل بيلاحظ فيه استعادة للنشاط البدني للكثير من الناس اللي هي محبة للشتاء. وانا برضو بضم صوتي لصوت حضرتك، انا يعني بحب فصل الصيف اكتر، يعني بيكون ده بسبب الانخفاض الملحوظ لدرجات الحراره بحب فصل الصيف اكتر في خلال فصل الصيف، لذلك فهو فرصه جيده لزياده النشاط البدني، فبعض الناس بيلجؤون للسير على الاقدام لممارسه الرياضه والنشاطات المتعدده في فصل الخريف. اما من الناحيه الزراعيه ففي يوجد العديد من النباتات والمزروعات، بيبدا المزارعون في زراعه بعض المحاصيل الشتويه زي الكرنب والقرفس والارنبيط والفجل وغيرها من الخضروات الشتويه الجميله، كذلك بعض المحاصيل الشتويه زي القمح والبرسيم، بنجر السكر وعروات من الذره الشاميه. هنجد ان في العديد من النباتات الزينه الجميله اللي بتم زراعتها في فصل الخريف، زي مثلا على سبيل المثال الدفله والاراوله، كذلك الامر في بعض النباتات زي المنطور، الخطميه، البنسي، النباتات اللي هي اللي بتظهر جميعها في فصل الشتاء وبامر الله في فصل الربيع. طيب يعني دكتور رامز، عشان في ناس بتستنى فصل الخريف يعني تحديدا عشان لو عندهم بلكونه صغيره او لو عندهم جنينه صغيره ممكن هم يستخدموها او يستغلوها ويزرعوا بعض النباتات، في ايه افضل النباتات اللي ممكن تتزرع يا اما داخل المنزل او حتى في حديقه البيت؟
الحقيقه هو داخل المنزل في العديد من النباتات اللي هي بيسموها التزيين الداخلي، دي مش بتتاثر قوي بفصل الخريف، ولكن اللي بيتاثر بفصل الخريف هي النباتات اللي بتزرع خارجيا في البلكونات اللي هي زي النباتات الحوليه الشتويه. كلها بتتميز بالالوان الجميله الجذابه وظهورها اللي بتتفتح في فتره بدايه خريف، اسف بدايه الشتاء لغايه نهايه الربيع ان شاء الله. كل المزهرات اللي احنا بنشوفها في مثلا زي المعارض، زي معرض الزهور، زهور الربيع والاماكن ديت، هي اللي بيتم زراعتها في الفتره اللي احنا فيها، وقد تزهر ايضا في خلال فتره الخريف المتاخر. هنقول مثلا على سبيل المثال نباتات جميله زي البانسي، يعني من النباتات اللي بيتم اقتنائها في الفتره اللي احنا فيها كشتلات، وبيتم الاظهار بتاعها في اواخر الخريف لغايه بدايه الربيع. طيب دكتور رمز، انت كنت اتكلمت عن النباتات والزهور اللي هي مناسبه ان هي يتم زراعتها في فصل الخريف. السؤال هنا، لو احنا عندنا نباتات بنزرعها او بنقتنيها داخل المنزل، ازاي نعتني بيها علشان فصل الخريف ما ياثرش عليها؟ الحلو الجميل استاذ رجائي، طبعا النباتات التزيين الداخلي بتتبع الاجواء اللي هي المداريه، اللي هي بتبقى فيها ارتفاع لدرجات الحراره وارتفاع ايضا للرطوبه الهوائيه، اللي هي الجو العادي بتبقى فيها ارتفاع لدرجات الرطوبه، فدي بتكون متميزه اكتر وبتبدا ان هي يعني تزدهر في فصل الصيف اكتر عنه في فصل الخريف والشتاء. فبيفضل وضع النباتات ديت في اماكن تكون ما فيهاش تيارات هواء شديده، بتكون معرضه لاشعه الشمس الجميله اللي هي موجوده في فصل الشتاء. لو انا شايف ان الجو مش مناسب ليها، بضطر ان انا اغير المكان بتاعها من مكان اللي هي محطوطه فيه حاليا في فصل الصيف، الحق بقى دلوقتي من بدايه فصل الخريف اهو، اروح ناقلها في مكان تاني تكون درجات الحراره فيها اعلى شويه، وممكن ازود معدلات الرطوبه بان انا اضع يعني بعض الاواني اللي فيها ميه، بحيث ان يحصل بخر للميه ديت علشان النباتات ما تتاثرش في الفترات اللي جايه. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رامز صابر، الباحث بقسم نباتات الزينه وتنسيق الحدائق بمعهد بحوث البساتين، شكرا جزيلا لحضرتك. والان الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة. وأكد الرئيس السيسي أن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها المنطقة الآن تدعو للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة، وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدي إلى دفع المنطقة نحو حافة الهوية، مشددا على موقف مصر الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الإفريقي بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أكد الرئيسان حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين
ويحققوا تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة. كما تناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط أو على صعيد عدد من القضايا التي من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها. أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج متابعتها لملابسات حادث إطلاق النار في المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين. وذكرت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث. وتقدمت الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. أعرب قادة دول مجموعة السبعة عن تأييدهم الكامل للجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين قلقهم البالغ حيال تدهور الوضع في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان صادر عن زعماء مجموعة السبعة ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. ودعا القادة في بيانهم جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس، مؤكدين ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. وجدد قادة السبعة دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية وإنهاء الصراع. شنت طائرات حربية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم أعنف غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء موجة القصف الأخير في 23 من سبتمبر. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية، فيما أشار حزب الله إلى أن عدد الغارات بلغ 11 ضربة إسرائيلية متتالية وأحدثت تأدويا قويا اهتزت معه الأبنية، ووصل صداها وفق شهود عيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت وضواحيها. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية التي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين. وخلال إجرائه اتصالا تليفونيا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، شدد عبد العاطي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. وشدد وزير الخارجية كذلك على أن مصر تدعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية التي تطلع بمسؤوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة، ومؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق. كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا، وحذر الوزيران من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وشدد الوزيران على أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والخطوات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة، وأكد ضرورة وقف العدوان على غزة وعلى لبنان والتصعيد في الضفة الغربية فورا.
أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن استضافة مدينة الأسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 من أكتوبر الجاري. يأتي ذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 حتى 8 من نوفمبر القادم. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن استضافة مدينة الأسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمي في عام 2021 يبرهن على دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها. ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح الخير مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل. هنتكلم على موضوع مهم جدا هو ترشيد الاستهلاك، وده من أهم الأنشطة اللي بيقوم عليها الاقتصاد بشكل عام، كمان هو الغاية اللي بيصل بيها النشاط الاقتصادي بشكل عام، بيعني التناول الإنساني المباشر للسلع والخدمات. ليه؟ علشان إشباع الرغبات الإنسان والحاجات الأخرى. كمان ساهمت السنة النبوية المشرفة في توجيه السلوكيات الإنسانية في مجالات الإنفاق والاستهلاك، وضعت مجموعة من التصورات السليمة اللي بينضبط بيها سلوك الفرد والمجتمع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الترشيد في الإسلام، وما حكم المسرف وأيضا حكم الإهدار، إزاي أعلم ولادي الترشيد في الإسلام. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالشيخ هشام محمد المرصفي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير. معنا في صباح الخير. صباح الخير بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أرحب بحضراتكم وبالسادة المشاهدين، وبادئ ذي بدء كل عام ومصرنا الغالية بخير وصحة وعافية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، ونسأل الله عز وجل أن يديم على مصرنا الانتصارات، اللهم آمين. هذا الموضوع في الحقيقة هو في غاية الأهمية، وهو موضوع يجب أن نعتني به في حياتنا وفي أيامنا وفي بيوتنا، وأن يكون مترددا في مساجدنا، وهو لا للإسراف ونعم للاقتصاد ونعم للترشيد، لأن الله عز وجل ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا، وحث صلى الله عليه وسلم على الترشيد في كثير من أحاديثه النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم طبق هذا هو والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما نقف مع آية من كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يبين لنا أن الإنسان لا بد أن يكون وسطا بين هذا وذاك، لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا ولا يكون مقصرا على نفسه، حين قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية جمعت بين اللباس وبين المأكل والمشرب. خذوا زينتكم، الزينة، البسوا ما شئتم، ارتدوا من الثياب ما شئتم، لكن من غير إسراف. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، كل ما شئت، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: كل ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت، لا من غير إسراف ولا مخيلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يأتي بيانها في آية أخرى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الأمر، وكذلك توجيهاته صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأولاد حين قال للغلام: يا غلام سم الله
وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا تعليم وأدب نبوي منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ملخصه حتى ينطبع على أولادنا وينطبع في بيوتنا، ملخصه في القدوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحديث الشهير يعني أفي الوضوء صرف. نعم. فقال يعني لا تسرف. قال ولو كنت ولو كنت على نهر على نهر جاري، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فهنا أولا يعني كيفية تعويد الأولاد على عدم الإسراف، لابد أن يروا هذا في آبائهم وفي أمهاتهم وفي البيوت عموما. يعني لا يجد أن أباه ينفق المال الكثير من غير حساب، وكذلك الأم، كذلك الطفل لابد أن يعود ليس كل ما يطلبه يجده أمامه، وكذلك الإسراف. حتى بعض الناس لما تكلم على الإسراف قال الإسراف مش بس في المال، كذلك الإسراف في الأساسات، في إذا الطفل كسر لعبة أو غير ذلك من هذه الأمور لا يقابل بأنه يكافأ بلعبة أخرى، بل لابد أن يرشد استهلاكه وأن يبين له أن هذا الفعل لا يمكن وأنه لا يصح منه، وأن يعود الطفل على هذا الأمور. كذلك من مظاهر الترشيد في عدم الإسراف أن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، يعني يقول أنا والله عايز أبقى زي فلان. يعني إحنا لو أخذنا مثلا الترشيد في عدم المغالاة في المهور مثلا، ده كنموذج من النماذج الكثيرة جدا، عدم المغالاة في المهور، نجد أن الناس يتكلفون ويتكابدون في تجهيز الأثاث والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأساسات في البيوت وفي الأفراح وغيرها، في أمور ربما يستدين الواحد منهم بديون طائلة من أجل أن يقول كما يفعل الناس، أنا زي الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل زي الناس كما يفعل الناس. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وطنوا أنفسكم. أنت خلي عندك مبدأ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد على قدر ما من الله عز وجل عليه. قال ربنا: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني كل إنسان على حسب ما امتن الله عز وجل عليه من مال ينفق ويعيش على حسب هذا المال الذي امتن الله عز وجل. عشان كده هشام يعني أعذرني المقاطعة، ولكن الموضوع نسبي إلى حد ما بالنسبة للأشخاص. نعم. يعني في ناس ممكن تكون مقترة زي ما حضرتك قلت، بتبقى شايفة أنه أنا حريص، أنا بعمل حساب لقدام، وبيبقى فعلا شخص بخيل جدا، وبيبقى حتى معيش اللي حواليه في حياة صعبة. والعكس الناحية التانية شخص بيقول بيبقى مسرف بشكل كبير جدا، وبيبقى شايف أنه هو لما يسعد اللي حواليه ويسعد نفسه بيبقى ده الأفضل. فكرة الوسطية أو يكون إنسان معتدل دي إزاي نقدر نحققها؟ إمتى أبقى قادرة أحدد حسب طبعا تعليم الدين الإسلامي وطبعا ورانا في رسول الله قدوة حسنة، إزاي أبقى عارفة أن أنا شخص معتدل أو اللي قدامي شخص معتدل أو حريص أو حتى مسرف؟ تمام. هنا الوسطية مهمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى مدح أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأمور الوسط. وربنا سبحانه وتعالى بيّن في صفات عباد الرحمن، قال ربنا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يكونوا مسرفين. طيب كيف يوازن الإنسان ما بين أنا عايز أحط لنفسي معيار، هل أنا كده مسرف ولا أنا كده مقتر؟ إذا كان الإنسان ينفق بقدر حاجته وبقدر ما يسد حاجته وحاجة أولاده وحاجة أهل بيته فهو غير مسرف. أما إذا كان الإنسان يأتي بأمور لا حاجة منها والغرض منها نظرة الناس إليه، أنا بفعل زي الناس عشان الناس تشوفني كويس، لا، أنت لا تستدين ولا يعني تثقل على كاهلك من أجل الناس. يبقى إذا سد الإنسان حاجته وحاجة أهل بيته بما يرضي الله عز وجل وبما من الله عز وجل عليه فهذا هو الوسط. أما إن الإنسان يأتي بأمور لا حاجة له فيها، أو أنه يبخل على نفسه وعلى أولاده كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه أو عن نفسه. إذا بخل الإنسان على نفسه وعلى أولاده هذا ينعكس مرة أخرى عليه أولا، لأننا بنشوف أولادنا بينظروا إلى الآخرين، فإذا وجد أن الآخر عنده مال وعنده سعة ويشتري وكذا وكذا، وأن والده يعني يمنعه ويحرمه وهو يرى المال في يد أبيه،
الابن يتهم أبيه، يقول انت بخيل، انت ما بتنفقش علي، انت ما بتجيبليش، انت ما بتعمليش. فدي كلها لابد ان الانسان يوازن بين هذه الامور ويكون هذا بعقل ووسطيه وبما يسد حاجته وحاجه اولاده. وكمان الحديث الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدعو الله: اللهم نسالك القصد في الغنى والفقر. القصد معناه الاعتدال بالظبط. يعني قصدي الموضوع الترشيد في الاستهلاك مش معني منه ولا هي رسالة فقط موجهة للفقراء، هي كمان لا طبعا للأغنياء والفقراء. الاثنين موجه ليهم القصد. احنا قلنا الآية: واللي ينفق ذو ساعة من ساعته. يعني كل إنسان ما من الله عز وجل عليه من مال، أنت على قدر هذا المال وعلى قدر هذه المساحة من مال الله عز وجل عيش. فهنا سيدنا النبي كان يدعو الدعاء الجميل: اللهم إني أسألك القصد في الفقر وفي الغنى. يعني إذا كان عندي مال يا رب أنا لا أطغى بهذا المال ولا أنفق هذا المال فيما لا طائل من ورائه، وإذا لم يكن عندي مال فأنا أعيش على قدر هذا المال وعلى ما أكون عليه. ولو أن كل إنسان يعني وجد سعة في ماله ووجد سعة في طعامه ووجد سعة فيما عنده وتصدق به، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لو تصدق بشق تمرة فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني المهر الصغير أو الفرس الصغير، حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد يوم القيامة من الحسنات. يعني لو كل إنسان فينا نظر إلى بيته أو إلى طعامه الذي يصنعه فوجد أن عنده فائض من الطعام، وهذا الفائض حتما يعني إذا أكله أولاده ماشي، أما إذا كان سيلقى في القمامة وغيرها، لو أنه أخذ هذا الفائض ووضعه في إناء أو في طبق وتعهد به جيرانه وتصدق به على جيرانه كان خيرا له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. الإكثار هنا مش معناه الإسراف، لأنه أكثر الماء من أجل الصدقة ومن أجل النفقة. فأنا في بيتي لو أنني وجدت أني عندي سعة في المال أو أن الطعام أصبح زائدا عندي وهذا الطعام ليس له ثالث، إما أن يؤكل وإما أن يلقى، فأنا إيه المانع أن أتصدق به حتى تكون صلة رحم ويكون معروف ويكون مودة ورحمة بين الناس، وهذا هو الباقي الذي يدخره الله عز وجل للإنسان بعد وفاته. طيب الأولاد بقى، نعم، إزاي أقدر أعلم أولادي زي ما حضرتك قلت يعني خلال حديثك فكرة أنه الأولاد ممكن وهم صغارين ما بيقوش مدركين أو المعاني دي، بيبصوا لبعض، ممكن بيبصوا لزمايلهم في المدرسة، إزاي أقدر أن أنا أعلم أولادي الترشيد وأخرج طفل سوي نفسيا لا هو مسرف قوي أو حتى عنده إحساس بالحاجة طول الوقت، تمام، وفي نفس الوقت ما يكونش طفل بخيل أو حريص، تمام. هو ده بيجي إن أولا التعويد اللي هو اللي احنا بنسميه في الشرع التدرج، إن أنا أبتدي معاه واحدة واحدة. الطفل عموما أي طفل عموما يحب الإنفاق، إذا أعطيته شيء من المال ولا لا يبقيه معه عموما هذا الطفل. لكن يكون دور الأسرة فين؟ والله أنا أعطيك هذا المال أنت هتشتري به إيه؟ سؤال. أنا لابد أوجد لغة حوار ما بيني وبين الصغير حتى إذا كبر تظل لغة الحوار موجودة بيني وبين أنت هتشتري به إيه؟ طب هتشتري ده ليه؟ طب هذا المال عادة مثلا معك 5 جنيه 10 جنيه، معك المال اللي معك ده اليوم، هذا لليوم كله، إن صرفته الآن لا تسألني بعد قليل بعد ساعة أو ساعتين اديني، لا خلاص ده العشرة مثلا أو الخمس أو هذا المال الذي أعطيتك إياه هو مصروف البيت كله اليوم كله، إذا أنت أنفقته ما تسألنيش. هنا يجي فكرة الولد لما يصرفه مرة واحدة ويجي يسأل طب أنا عايز تاني ويبكي، أنا هنا الموازنة، خلاص أنا هعطيه شيء قليل وليس كثير كما أخذ في المرة الأولى، أعطيه شيء قليل كي يتدرج، وبعد كده تاني يوم تالت يوم ويبدأ فيما بيني وما بينه لغة حوار، من هنا بينشأ الطفل عنده حرص. كذلك فكرة إن هو يدخر المال، أقول والله أنت خد أنا هعطيك الفلوس وأنت إذا جمعت مال كبير أنا هشتري لك به هدية، أنا هفعل لك به كذا، إذا فعلت هذا المال نتصدق به على الفقراء، نفعل به كذا، هنا أنا بعود. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الطفل ده بكرة وبعده هيكبر
فقول الله يرحمك يا ابي، الله يرحمك يا امي، انت علمتيني كذا، انا تعودت منك كذا، انا كنت باخد كذا، وده ما بيبقاش بخل، ده بل هو اقتصاد وتفكير للمال، لان المال ده احنا هننسئل عنه سؤالين. المال عموما اي واحد هينسئل عن المال بتاعه سؤالين: من اين اكتسبته وفيما انفقته. انت جبته منين؟ انا جبته من حلال، خلاص انا انفقه فيما اشاء. لا، انت انفقت اكتسبته من حلال تنفقه في حلال. فبقى المال بينسئل عنه سؤالين: من اين اكتسبته وفيما انفقته. نعم فضيلة الشيخ، حضرتك واعظ في المركز، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. نعم. دلوقتي أنماط السلوك الشرائية اختلفت تماما. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي بضغطة زر احنا ممكن تشتري اي حاجة اونلاين. كويس. وجود الأزهر، دور الأزهر في هذا الموضوع، انا بتكلم على الشق الإلكتروني، توجيه الإلكتروني للناس. تمام. احنا اولا مسألة الفتوى بتختلف، الفتوى بتختلف من وقت لوقت ومن حال لحال ومن زمن لزمن. وإحنا الآن دلوقتي الفتوى لابد أنها تواكب العصر ولابد تواكب الزمن اللي إحنا بنتكلم فيه. فهنا البيع الإلكتروني له أحكام. خلينا عشان ما يعني لا يتشتت السادة المشاهدين، خلينا نبسط الموضوع. إيه أحكام البيع الإلكتروني؟ هي نفس أحكام البيع القائم بين البائع والمشتري. لابد للمكان الذي يبيع إلكتروني أن يتملك السلعة التي يعرضها للبيع. أنت عندك مثلا بتبيع منتج معين، أنت لابد كموقع، كصفحة، كراجل عارض أو ناشر لهذا المنتج، لابد أن تتملك هذه السلعة أولا. أنت تملكت السلعة، خلاص أنا بدخل عند حضرتك في الرسائل، والله أنا أريد السلعة الفلانية بكام؟ بكذا. إذا كان عارض سمش على طب بكام؟ هي بكذا. طيب أنا أريدها بكذا، ممكن يفاصل معاه، ما فيش مشكلة خالص، الفصال ما فيهوش مشكلة. طيب وقتها تجيلي الشحن، هيجي إمتى؟ والله الشحن هيجي في الوقت الفلاني. طيب خد المال كذا، ممكن أحول لك الفلوس. هنا اسمه التقابض، تقابض في مجلس العقد. مجلس العقد معناه إيه؟ اللي هو الحوار الدائر ما بين البائع والمشتري. بكام؟ بكذا. طب أنا هشتريها، طب خد المال، طب حول لي الفلوس، طيب خلاص السلعة وصلت، وهكذا. فإحنا في مركز الفتوى الإلكترونية بنبدأ نتواصل مع الناس من خلال صفحتنا على الفيسبوك، من خلال التواصل على الابليكيشن عندنا، من خلال الاتصال على الهاتف 19906، بيبدأ نتلقى اتصالات الناس ونبدأ ننزل فتاوى عندنا على صفحتنا على الفيسبوك، بحيث أن الناس كلها تبدأ لو في أي سؤال أو في أي إشكالية عند أي حد من السادة المشاهدين أو المستمعين يبدأ يتواصل معنا إن شاء الله. شيخ هشام حمد المرصافي، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بشكرك جزيل الشكر يا فندم، وجمعة مباركة على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بصحة وسلامة، جزاك الله خير. الله جزاك الله خير. دلوقتي خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده بعد الفوز على فريق برشلونة لكرة اليد بالنتيجة 32-29. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على فريق تابوتي البرازيلي بنتيجة 30-24 في إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب. البطلة المصرية نوران جوهر مصنفة ثانية عالميا لسيدات الإسكواش تأهلت إلى الدور نصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش اللي بتستضيفها الدوحة. البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش تأهل إلى دور النصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش اللي بتستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 إلى سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري. المصنفة الأولى على العالم نور الشربيني تأهلت إلى نصف النهائي قطر كلاسيك للإسكواش بعد فوزها على الإنجليزية جورجينا كينيدي في ربع النهائي بنتيجة 3-1. كمان تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الإسكواش إلى الدور نصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش، وفازت هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جالس بنتيجة 3-0.
وبكده خلصت جولتنا الرياضيه. هرجع مره تانية لجمانة ورجائي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. وخلينا بقى نروح لموضوع مهم جدا الحقيقه، بقى لنا فتره كده بتشوف السوشيال ميديا مقسومه لفريقين يا رجائي. فريق بتاع اللي ليه علاقه او بيؤيد التربيه الايجابيه او التربيه الحديثه، واللي بتكون قائمه على مناهج ودراسات علميه جديده وابحاث، وفي فريق تاني ويمكن ده الفريق اللي هو بقى خلينا نقول التربيه المجربه، التربيه القديمه بتاعتنا اللي هو احنا يعني بنضرب بيها المثل وبنقول يعني احنا تربينا كده، بيبقى المنهج التربوي بتاع جدودنا وبتاع امهاتنا اللي هو الجيل اللي فات شويه يعني ملناش دعوه بيه رجاء في النص يعني. ففي فريقين بقى موجودين دلوقتي، مين فيهم صح؟ مين وجهه نظره صح؟ ايه الايجابيات وسلبيات كل فريق فيهم او كل وجهه نظر فيهم؟ ده اللي احنا هنعرفه. انا الصراحه انا يعني تربيت على التربيه التقليديه بعيدا خالص عن التربيه الايجابيه، وانا شايف يعني خلينا نشوف يعني ايه الصح وايه الغلط وايه الايجابيات وايه السلبيات. لا 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 خالص تمام، انا ما قلتش كده. التربيه احنا التربيه كل حاجه فيها ايجابيات، يعني خلينا نقول التفكير القديم ماشي، الاولد سكول. الاولد سكول ماشي، كل حاجه يا جماعه فيها ايجابياتها وسلبياتها، هنتناقش في الموضوع ده بشكل اكثر اسهابا مع الدكتوره خليله الجزاره الطبيبه النفسيه. صباح الخير يا دكتوره. صباح النور. انت بقى حضرتك مع التربيه الحديثه ولا التربيه التقليديه؟ اولا صباح الخير وكل سنه طيبين ومبسوطه ان انا معاكم. ثانيا انه زي ما انت قلت يعني هي اتس اولد سكول، وكل حاجه دلوقتي غصبا عننا بسبب التطور اللي بيحصل بقى فيها نيو سكولز، ومفيش حاجه احسن من حاجه، مفيش حاجه هي الافضل في الاخر، هو كل حاجه لازم ابقى باخدها واقيفها عشان تظبط مع عيالي او تظبط مع ثقافتي ومع ديني ومع المجتمع اللي انا عايش فيه. فللاسف اللي بيحصل انه الناس بقت بتاخد الحاجات بشكل مجرد، لان معظم الناس اللي عامله الدراسات دي اجانب، وبعدين لما تطبقها بشكل برضو مجرد من غير ما نظبطها علينا بتطلع نتائج مرعبه. فالناس بتبقى حاسه انه لا لا التربيه الحديثه دي مش حلوه، التربيه الايجابيه دي مش حلوه. لكن هي ليها ايجابيات زي ما التربيه القديمه ليها سلبيات، فينفع نبقى بنستخدمها يعني. طيب خلينا نعرف ايه الفرق اصلا ما بين التربيه الحديثه والتربيه القديمه، يعني غير الاكسبريشنز اللي احنا بنسمعها طول الوقت، الاكسبريشنز اللي بتبقى بالانجلش متعلقه بقى بالريد فلاجز والحاجات الغريبه اللي بقينا نسمعها مؤخرا، ايه الفرق عدا الاكسبريشنز ما بين النوعين؟ طيب تعالي نتفق اساسا هو ايه الهدف من التربيه. اوكي. يعني هو الهدف اساسا من التربيه انه انا بحاول اوفر بيئه لهذا الطفل اللي هو ما يعرفش اي حاجه في الدنيا غير من خلالي انا مرآته الى العالم، ان هو ازاي يبقى بيتعامل مع مشاعره، بيتعامل مع احتياجاته، ازاي بيعرف يتعامل مع المواقف اللي بيتعرض لها، المشاكل اللي ممكن يواجهها. فهو دوري كأب او كأم مش ان انا ابقى بتحكم فيه قد ما ان انا بساعده او بوجهه عشان هو لسه ما يعرفش اي حاجه لحد ما يوصل لان هو يبقى عارف يعيش في الدنيا دي ويسرفايف، يعني يقدر يتعايش في هذه الدنيا. وبالتالي التربيه القديمه كان في جزء كبير قوي بقى دلوقتي مفقود، انه زمان كان في اكستندد فاميليز بتربي معاك، يعني في مثل شهير يقول لك انه it takes a village to raise a kid، انت محتاج قريه عشان تربي طفل. فليه؟ لانه زمان كان عندنا عم وعمه وخاله وخال وجد وجده والعماره كلها بتربي معانا ومعايا زمان لما كنا او اجدادنا يعني لما كانوا بيقعدوا في بيت العيله كان في بيت كدا؟ عيله وكان في تجمع عائلي بشكل منتظم، وكان كل الناس داخله في تربيه الولد اللي انت بيجي لك ده، وبالتالي كانت المسؤوليه بشكل او باخر مش محصوره عند اب وام. مع تطور الحياه ومع الظروف اللي احنا نتعرض لها ومع انه بقت الحياه مور نيوكليير نوويه اكتر، ان احنا بقينا عيله عباره عن اب وام واولاد، واحنا شايلين كل المسؤوليه بتاعه ان احنا نعلم هذا الطفل ازاي يتعامل مع الحياه، بقى المسؤوليه زياده جدا والضغط اعلى بكتير، وفي نفس الوقت انا بحاول افولفل كل الادوار اللي كانت بتلعب من ناس تانية. حتى النقطه دي يا دكتور تريكي برضو شويه، لانه في حتى اسر امهات او اباء يعني بيقولوا انه لا حتى لو جد او جده موجودين ما تتدخلوش في التربيه، حتى لو بيت عيله موجود ما تتدخلوش في التربيه. حلو، ما هو ده بقى ده الفكره بقى، انه
اللي بيحصل دلوقتي انه زمان كانت التربية رايحة اكتر ناحية حاجة، يعني اللي خلانا ننتقل من الاكستندد فاميلي للتربية اللي موجودة دلوقتي، ان التربية دلوقتي بقى اسمها تربية اوثوريتيريان. يعني ايه اوثوريتيريان؟ او الزمان كانت اوثوريتيريان، يعني ايه؟ يعني ابتديت ابقى مستبد شوية. انا بحط قواعد صارمة جدا وقوانين صارمة جدا وعندي اكسبكتيشنز عالية جدا من هذا الطفل، وهو ما ينفعش يغلط. وده مش واقعي، وبالتالي الطفل بيطلع للأسف شايف إنه هو احتياجاته مش مهمة، مشاعره مش مهمة، هو أهم حاجة يبقى بيحقق الحاجات المطلوبة منه عشان خاطر يبقى بيسرفايف، عشان يبقى مقبول. أوكي. وبالتالي الطريقة دي القديمة كانت بتشتغل، بتطلع ناس ناجحة جدا وبتطلع ناس ما بتغلطش، بس في الآخر هي بتطلع ناس هل هم صحيا هيلثي، هل هم نفسيا سالمين؟ لا. طيب أنا أستأذنك، احنا هنتكلم في النقطة دي تحديدا، وهنتكلم كمان زي ما كنت بتكلم في الأول مع زميلتي جومانة، سلبيات وإيجابيات التربية الحديثة والتربية التقليدية. بس احنا كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت بقى كده الشارع ورصدت آراء الناس، بنسألهم التربية الحديثة أفضل ولا الأولد سكول؟ خلينا نشوف يا جماعة ونرجع لكم تاني مع زميلنا أحمد الحسيني، خلينا نتابع. يا ترى لو عملنا مناظرة بين جيل زمان وجيل دلوقتي من الآباء والأمهات، النتيجة هتكون إيه؟ نزلنا الشارع وسألنا الناس مين أفضل، التربية القديمة اللي تربينا عليها زمان ولا التربية الحديثة أو ما يعرف بالتربية الإيجابية؟ يا ترى مين أفضل، التربية الإيجابية الحديثة ولا التربية بتاع زمان اللي تربينا عليها إحنا وأبائنا وأجدادنا؟ لا انا شايف حضرتك هما الاثنين كويسين، بس المفروض يكون في ما بينهم ميكس. ازاي ميكس؟ هو ان التربيه الحديثه شايف فيها سن التسيب، وده طبعا ما يناسبش المجتمع بتاعنا. لا طبعا التربيه القديمه بتاعه اجدادنا طبعا انا برضو ما حضرتهاش، بس هي من التربيات اللي هي مش هيجي زيها يعني. والله انا رايي ان التربيه القديمه ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. من ضمن السلبيات ان كان زمان مثلا في موضوع الضرب او فكره ان انت تضرب طفل عشان غلط او حاجه. من ضمن مميزات بقى التربيه الحديثه ان انت التفاهم احسن، فلغه التواصل مع طفلك لما بيكبر بتكونوا اقرب لبعض بكتير من زمان. يعني انا ممكن يكون لما ابقى اب في يوم من الايام اكيد هبقى اقرب لابني من والدي ما هو قريب منه. انا شايف حاليا ان التربيه الجديده بتبقى افضل، ان يعني الاب بيبقى مثلا او الام قريبين اكتر من ابنائهم ومن الاطفال، يعني بيبقى متابعين معاهم وبيركزوا معاهم وبيشاركوهم كل حاجه، لحظات الفرح او لحظات الحزن بتاعتهم. شايف ان تربيه زمان او التربيه انا اتربيت عليها مثلا احسن بكتير من التربيه دلوقتي الجيل الجديد بيتربى عليها. بالنسبه لزمان مثلا الابات والامهات ما كانش في سفر، وبالنسبه للبنت اللي هي تتجوز وتقعد في البيت، دلوقتي طبعا الموضوع اتطور وكل مدى اصلا احنا بنتطور بنكون في تقدم اكتر. لو سالتك مين افضل، التربيه الجديده ولا التربيه القديمه اللي اتربينا عليها زمان؟ حضرتك افضل التربيه القديمه اللي اتربينا عليها الاول، كان فيها مبادئ وقيم واخلاق. الميزه بتاعت زمان اللي هو كانت العيال بتخاف من ابهاتها وامهاتها او كده، اللي هم بيبقى فيه رهبه. دلوقتي ما بقاش فيه رهبه لابونا لامهاتنا، بقى كله عادي، بقى كله زي بعض، وبدا يتعامل ده وده بيتعامل ده. هنا في حاجات حلوه وهنا في حاجات حلوه. يعني مثلا التربيه الجديده دي فيها حاجات حلوه، اللي هو الابن معرف اهله عنه كل حاجه، والبنت برده نفس الكلام. التربيه القديمه هي افضل، عشان هي كان فيها حاجات كتيرة مش موجودة دلوقتي. هو بالنسبة للتربية بتاع زمان عمرها ما هتتعوض في الجيل ده ولا هتنفع مع الجيل ده. طب ايه اللي عجبك اكتر في التربية القديمة بتاعت اهالينا؟ ان هي مطلع الناس منضبطة اكتر. يعني انا بحس ان انت كل ما الجيل بيبقى بتنزل للسن اكتر، كل ما بتشوف ان في تفتح زيادة عن اللزوم بيحصل. بالنسبة لي في أخطاء ما كانتش بنشوفها زمان في الشارع. هي فكرة إن في كنترول على الشخصية، بحيث إن إحنا كمجتمع شرقي محافظين عليها أخلاقنا. كان أفضل التربية القديمة فيها بعض الحاجات التقاليد اللي تعودنا عليها حضرتك من أيام أبهاتنا وجدودنا والحاجات دي. احترام مثلا كبير، دي حاجة دلوقتي مش بلاقيها. دلوقتي ممكن ألاقي شباب كتير في الشارع يتعامل مع ناس راجل كبير بقلة احترام، مع إن مثلا راجل مهما كان طالما أكبر مني في السن الموضوع يكون فيه احترام. يعني لو الالتزام مثلا، في احترام للأب، اللي هو أب بيجي في الساعة كذا يبقى كله يخش كذا، كله في مواعيد، يعني في ضبط في الميعاد وكده. ان هما دايما تربيه بابا وماما بثقوا فيا، بثقوا فيا وبثقوا في رايي جدا،
بس فده برضو الحاجة اللي أنا هربيها لأولادي، إن أنا أثق فيهم وأسمعهم. القديمة الحلو فيها إن في احترام كده للأهالي، الواد يحترم أبوه ويخاف منه، والبنت نفس الكلام، والأم برضو. التربية القديمة إن الأب بيبقى قاعد في البيت عارف بنته رايحة فين، جاية منين، في أي مكان بالظبط. بنفس الكلام برضو لابن، واخد بالك انت، كان الاب قاعد مطمئن اطمئنان كامل بان ما فيش حد اللي هيلعب بابنه ولا حد هيلعب ببنته. ولكن حاليا دلوقتي موضوع التليفون وموضوع الحياه اللي احنا بنشوفها الهستيريه دي والكلام الفاضي والكلام ده وكده، ده اللي بيخوف ان الواحد خلاص الاب فقد السيطره على تربيه ابنه حاليا. تقرير جميل جدا من زميلنا احمد الحسيني. بس انا استرعى انتباهي يا جمانة ان متوسط الاعمار اللي هي الناس كانت بتايد التجربه او التربيه الايجابيه اكتر شويه من الناس اللي كانت بتايد التجربه او التربيه القديمه، متفقه ولا مختلفه يا دكتور؟ مفيش حاجه احسن من حاجه. أوكي. ده واحد. اتنين، للاسف بقى في عندنا يعني تفكير خاطئ كده انه التربيه الايجابيه معناها ان احنا نبقى متساهلين. وده مش حقيقي، لانه تساهل في حد ذاته هيطلع اكيد طفل مش يعني مش بيحترم الناس، ويبقى شايف ان هو من حقه يعمل حاجات من غير ما يحترم القوانين، من غير ما يبقى بيراعي الاخرين، وبالتالي ده مش التربيه الحديثه. التربيه الحديثه is more of يعني هي اكتر مهارات انا بتعلمها عشان اعرف اتواصل مع الجيل الجديد، اللي هو التواصل معاه بالطريقه القديمه مش هتشتغل. انت كأنك بتكلم بني ادم من الفضاء بس عايزه يفهم عربي. طب ما هو انت محتاج تعرف هو بيتكلم ايه عشان تعرف تتواصل معاه. وبالتالي هو الفكره في التربيه الحديثه ان هي مهارات اكتر من انها يعني في قوانين وفي حزم وفي كل حاجه، يعني ستايل التربيه نفسه في قوانين وفي حزم وفي كل حاجه، وفي ان انا بسمح له يغلط وان انا بساعده لما بيغلط عشان يعرف يحل المشاكل دي وعشان يبقى وبراعي مشاعره وكل حاجه، بس هو عارف ان كل حاجه ليها ليميتس، وعارف انه في عواقب، وعارف انه يعني دايما دي حاجه احنا دايما بنقولها، انه حتى ايفن في الانواع الجديده من المدارس اللي بتلتزم بالتربيه الحديثه يعني يقول لك دايما سيب طفلك يغلط، سيب طفلك يشيل العواقب، سيب عشان هو محتاج يتعلم انه الاكشنز بتاعته ليها عواقب. طيب دكتور اتفضل. لا نحن قوم نحترم النساء. تربيه قديمه وزي الفل. طيب ليه دايما في كونفليكت، في تعارض ما بين انه التربيه الحديثه والالتزام او زي ما سمعنا في التقرير، وما بين التربيه القديمه والتواصل؟ يعني مع انه لا انا يعني واحده تربيت، لا كانت اكيد كنت بخاف جدا من يعني ماما كانت بصه، الموضوع كله بيتغير تماما، بس في نفس الوقت كان في تواصل وكنا بنتكلم مع بعض وكنا اصحاب. وليه فكره احنا عندنا وجهه نظر انه التربيه الحديثه ليها علاقه بانه ما فيش عواقب، في تسيب، في اهمال، ليه اصلا وجهه النظر دي موجوده؟ ليه بقى؟ لانه زي ما انا قلت لك في الاول انه احنا لو اخذنا مهاره من كلتشر مختلفه، من ثقافه مختلفه، يعني هو الكونسبت نفسه اتطور بره، اتطور عند الاجانب، وبالتالي هم ما عندهمش نفس المرجعيه بتاعتك لا الدينيه ولا الثقافيه ولا اي حاجه، وبالتالي لو انت اخذتيها وطبقتيها عمياني هتطلع عندك مشاكل. انا قصدي فانت محتاجه تبقي بتادجستي ده على اللي انت عايشاه هنا، وهي دي اللي احنا ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، انه نبقى بنفهم الناس انه يا جماعه التربيه الحديثه مهارات، مهاره زي ان انا ابقى بشجع طفلي مثلا، ان انا محتاجه ابقى بشجع الطفل لما بيعمل حاجه او بيعمل سلوك انا عايزاه يستمر، او بشجعه على سلوك انا عكس السلوك اللي انا عايزاه يبطله. فلو هو مثلا لما بيعيط بيفضل يعيط عشان ياخد الحاجه اللي هو عايزها، انا بشجعه لما بيطلب الحاجه من غير ما يعيط. وبالتالي انا بقوي المهارات دي. عظيم جدا. احنا عايزين نسال في بقى يعني بشكل اكثر تخصصا في موضوع الحاجات السلبيه اللي موجوده في التربيه الايجابيه، وازاي ان احنا نعمل نقدر زي ما حضرتك استخدمتي لفظ نقيفها عليه. وبنتكلم على الفرق ما بين التربيه الايجابيه الحديثه والتربيه اللي احنا بنقول عليها المدرسه القديمه او اللي يمكن اجيال احنا منها انا وانت رجعت تعودنا عليها او تربينا عليها. دكتور خليله مره تانية، طيب خلينا نقول للامهات وللاباء روشتة للتربيه الحديثه زي ما حضرتك قلتي المتفصله علينا.
طيب يعني زي ما انا قلت من شويه انه هي التربيه الحديثه بتقوي اكتر او بتركز دايما على مهارات معينه الاب او الام محتاجين يبقوا بيعرفوا يعملوها عشان يساعدوا الطفل يطلع سليم. المهارات دي منها انه زي ما انا قلت ان احنا نبقى بنشجع سلوك معين احنا عايزينه، بدل ما احنا نبقى بنعمل بانشمنت يعني بنعمل عقاب على السلوك اللي مش عاجبنا، بالعكس انت شجعت السلوك اللي عاجبك. الطفل بيحب هذا التشجيع وبالتالي بيستمر في هذا السلوك لمجرد ان هو يسمع هذا التشجيع. فده واحد. اتنين، انه محتاج ان انا ابقى برفلكت لطفلي او ان انا ابقى بعيد ورا طفلي الحاجات اللي هو بيقولها لي عشان اوصل له ان انا سامعه وان انا موجود وان انا حاضر. فانا مش بس بسمعه من غير ما ابقى باصص له اساسا، وهو الولد بيبقى حاسس ان هو مش مسموع ومش متشاف يعني. فدي حاجه تانية، ان انا محتاجه ابقى موجود لطفلي لما بيبقى بيتكلم معايا ابقى بسمعه وبعيد وراه واعرفه ان انا مركز يعني. الحاجه الثالثه وهي اللي احنا غالبا ما بنعملهاش كتير قوي، الايميتيشن. يعني ايه؟ يعني الاطفال بيحبوا يقلدوا، فلو انت رول موديل هو هيقلدك. لو انا شفت بابا بيقول شكرا هقول شكرا، لو شفت بابا بيقول حضرتك هقول حضرتك، لو شفت بابا بيتعامل بطريقه ما او ماما بتتعامل بطريقه ما هقلد. الطفل بيحب يميتيت، وعشان كده احنا دايما بنقول ابتدي انت بان انت تقلده، في ان انت تقف تغسل سنانك معاه زي ما هو بيغسل سنانه، في ان انت تقف معاه تعمل حاجه وتلبس الجزمه معاه هو بيلبس الجزمه، عشان هو يبتدي يبقى بيعمل العكس. فدي ثالث حاجه. رابع حاجه يعمل العكس، لا يعني يعمل يعني يقلدك. انت لو ما بتقلده هو بيقرر ان هو يقلدك، يبقى مرايه ليك يعني. بالظبط، تبقى مرايه ليه بالظبط. الحاجه الرابعه انه محتاجين نبقى بنعرف ان احنا ديسكرايب اللي حاصل ورا الموقف. فانا محتاجه ابقى بعرف اشرح لطفلي قد ايه انا حاسس بيه، قد ايه انا عارف ان انت متضايق ان السكرين تايم مثلا ان انت بتتفرج على التلفزيون لمده ساعه بس في اليوم، وانا عارف انت متضايق احنا مضطرين نقفل التلفزيون ندخل ننام، انا برضو متضايق ان احنا هنقفل التلفزيون وادخل انام، بس احنا بكره هنكمل التلفزيون عادي هنرجع نتفرج على اللي احنا عايزين نتفرج عليه. بس حضرتك شايفه ان يعني ضغوط الحياه اللي بتفرضها طبيعه سرعه الحياه على الاب والام يقدروا يعملوا ده كتير؟ يعني انا حد مثلا عندي مسؤوليات كتير، عنده ضغوطات كتيره، هل انا لازم اقول لطفل معلش هنقفل التلفزيون النهارده او دلوقتي علشان احنا مضطرين احنا نخش هنعمل كده، ولا بعد اذنك اقفل التلفزيون عشان هنخش ننام خلصت؟ طيب تعالى نقول حاجه لطيفه جدا. اوكي، انه في يعني في تعريف معروف قوي عندنا في الطب النفسي يعني لحد عالم من علماء سايكولوجي يعني في الاطفال، انه جود انف بيرنت. يعني ايه جود انف بيرنت؟ يعني اب كافي. هو انت مش اب بيرفكت، انت مش عمرك ما هتبقى اب مثالي، لكن انت على قد ما بتقدر بتحاول تبقى واعي للي انت بتعمله عشان ده هياثر على طفلي. وبالتالي ممكن اعمل حاجات في اوقات انا عارف ان هي مش صح، فارجع بعديها اقول للطفل انا عارف ان انا ما زعقت لك انت اتضايقت، فانا اسف ان ده حصل، مره جايه احاول ان انا ابقى اهدى او احاول ان انا ما ابقاش متعصب يعني. لانه لو احنا رجعنا وقلنا لاي حد فينا من بتوع التربيه القديمه انه لو انت صحيت بكره لقيت والدك او والدتك او لو هما مش موجودين لقيت رساله منهم بيقولوا لك احنا اسفين ان احنا في وقت ما زعقنا لك او تعاملنا معاك بطريقه معينه وده ما كانش ذنبك وانت ما كنتش السبب، لانه كتير قوي مننا فاكر انه انا السبب، انا الحد الوحش، انا اللي ضايقتهم. ها، فلو انا صحيت لقيت ان ابويا او امي بيقولوا لي ان انا اسف ان انا عملت كده وان انا انت ما كنتش السبب، انا اللي كنت مش كويس وانا كنت محتاج ان انا ابقى بهندل نفسي قبل ما ابقى بتعامل معاك بالطريقه دي، هنحس كويس. فتخيل بقى انا الموضوع قلب شويه روبوتك كده شويه يعني. حاسه انه كان ساعات لما حتى ممكن الاب والام يتعصبوا مش لازم يقول له انا اسف، بس ممكن يحسسه مثلا انه انا اتعصبت عليك امبارح بطريقه لطيفه، يعني يقدر يوصل له بطريقه لطيفه انه ما يعني ما تزعلش مني ممكن انا اتعصبت، او يعني حاسه شويه ان احنا بنتكلم على المدينه الفاضله. لا يعني خالص، هي مش الفكره في ان انا مش بتكلم على سوري از سوري، انا قصدي ان انا ابولوجيتك، انا 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 عارف ان انا عملت حاجه مش كويس، انا مش بتكبر في ان انا ما غلطتش وانت السبب، هو انت استفزتني ليه هو عمل. طب في مرحله العند بقى، يعني في وقت كده بنبقى في مرحله ان هو to be or not to be زي ما بنقول، يعني يا انا كلامي هيتسمع يا اما كلامي هيتكسر، وبتبقى في عنده وبتبقى فعلا مرحله كده من الطفل واولياء الامور مرحله سخيفه. الطريق التعامل يعني الطريقه المثلى للتعامل في الموقف ده ايه؟ هل تعالي يعني نتفق انه هو التربيه اكيوميليتيف،
يعني حاجة بتبيلد اب على بعضها، حاجة بتبني على بعضها، وبالتالي لو أنا ما بستثمرش في هذه العلاقة من الأول ما ينفعش أتوقع أن أنا في لقطة ما العلاقة دي هتبقى تحفة. فأنا محتاجة أبقى طول الوقت شغالة على العلاقة دي، مفهم إن الطفل ده، مفهم الطفل ده أنا بحب وجوده وأن أنا بستمتع بوجوده وأن أنا بحب أسمعه وأن أنا بسمع بسمع اللي هو بيعايز يقوله، ومع ذلك في قوانين وفي حزم وفي عواقب وفي يعني كل حاجة موجودة زي ما احنا قلنا، مش بيرميشيف، مش متساهل، ومش كل حاجة انت عايزها، ومش بقول لا ده مش اوبشن، ده مش يعني احنا بنتكلم في انه في قوانين وفي كل حاجة وانا بلتزم بيها قبل ما انت تلتزم بيها. فاهم قصدي؟ على اي حال يا دكتورة، يعني هو لكل حاجة مميزاتها طبعا ولكل حاجة عيوبها، بس طبعاً. انا يعني استحضرني كده كادر ان سي سيد بعد ما، وانت عارفه طبعا سي سيد في الفيلم الشهير يعني كان ازاي بيعامل اولاده يعني، فبعد مثلا ما عنف ابن من ابنائه فبعت له قال له بعد اذنك انا غلطت او انا بعتذر، هو اكيد الابن هيقول له بابا هو انت تمام ده كويس. حضرتك بشكرك شكرا جزيلا دكتوره خليله الجزار، طبيبه نفسيه للاطفال، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم، نروح فاصل ونرجع تاني. رحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح تابعنا مشاركة سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل تخرج الكليات العسكرية وافتتاح مقر الأكاديمية العسكرية الجديد بالعاصمة الإدارية، ويمكن هذا المشهد بيعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد على حضوره برغم مشاغله وارتباطاته، وده بيعكس طبعا تقدير القيادة المصرية للعلاقات اللي بتجمع ما بين البلدين. خلونا نتعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم برحب بيك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. كلمنا أكتر عن إزاي تابعت مشاركة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في احتفالية افتتاح مقر الأكاديمية العسكرية. يعني طبعا الحقيقة يعني حضور الرئيس الشيخ محمد بن زايد امبارح يعني كان محل اعتبار ومحل تقدير شديد، وطبعا يعني اعتقد زيارات الشيخ محمد بن زايد تعتبر كأنه هو في بلده بالظبط، وفي يوليو الماضي كان موجود في العالمين وتجول هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيدا عن البروتوكولات مع الناس وكده. فالعلاقات المصريه الاماراتيه علاقات قويه وعلاقات استراتيجيه بالفعل، مش يعني اخوه وتعاون وشراكه واستثمارات اماراتيه في مصر وتعاون في مجالات مختلفه. فحضوره كان حضور يعني صاحب بيت في هذا المكان، والعلاقه تقوم على الود والأخوة امتداداً لعلاقة بدأت مع مؤسس الإمارات الشيخ زايد الله يرحمه. فطبعاً يعني حتى حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر كان شفنا في يوليو الماضي زي ما قلنا زيارة الشيخ محمد بن زايد، وطبعاً في فبراير الماضي كان فيه الصفقة في رأس الحكمة استثمارات إماراتية ضخمة. يعني اعتقد انه نقل الاستثمارات الى مصر من بره او من دول العالم او غيره خطوه بتؤكد الثقه المتبادله بين الطرفين الحقيقه بين مصر والامارات والعلاقه القويه اللي بتربط هذا الامر. فتنسيق في يعني العلاقات الخاصه او العلاقات الثنائيه تقوم على الشراكه والتعاون والاستثمارات المتبادله والافكار وغيره، وفي نفس الوقت التنسيق الإقليمي وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية أو القضايا الدولية يعني على أعلى مستوى فيما يتعلق بمواجهة أي تحديات مختلفة، خاصة مثلا حرب في غزة والسعي لوقف هذه الحرب المدمرة وغيره، تنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ومنع تطور الحرب أو المواجهة إلى حرب متسعة، تنسيق على عالي المستوى في هذا الإطار الحقيقة. أستاذ أكرم بعد التحية
يعني يمكن تابعنا الحقيقة استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد النهيان. عايزة أعرف من حضرتك أولا دلالة وجود الشيخ محمد بن زايد في هذه المناسبة وحضوره هذه المناسبة، وعايزة أعرف كمان من حضرتك متابعتك لاستقبال سيادة الرئيس أو شكل الاستقبال للشيخ محمد بن زايد على حضوره رغم حتى انشغاله، يعني حسب كمان ما صرح سيادة الرئيس. طبعا يعني أعتقد الاستقبال دايما استقبال للضيف عزيز ولي أخ موجود يعني من أهل البيت يعني حقيقة. فدائما زي ما قلنا في يوليو الماضي كان في جولة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد في العالمين، شفنا ازاي كانت كاسرة للبروتوكول وخطوة بنحس ان هو في بلده بيتحرك في هذا الامر، وحدث افتتاح الاكاديمية العسكرية الحقيقة حدث ضخم جدا. هو يعني هذه المشاركة فيها تأكيد لعلاقة الود وعلاقة الشراكة والتعاون بشكل كبير، والحرص على انه يترك مهامه ويترك انشغالاته ويأتي الى مصر، وده كان يعني محل اعتبار. وفي نفس الوقت شفنا ازاي صورته ظهرت في تشكيلات، وكان فيه الحقيقه امبارح كان استعراض عظيم وكاشف عن حجم التطور وحجم التركيز والتأثير فيما يتعلق ما يجري في تحديث قوات مسلحه والكليات العسكريه، وانه كمان في العاصمه الاداريه كرمت للاداره المصريه العاجله و انتقال الدولة إلى هذا المكان بشكل كبير. فحضور الشيخ محمد بن زايد الحقيقة له معنى كبير وله تأكيد لهذه الأخوة والعلاقة القوية بين الطرفين، فدلالتها مهمة وبتؤكد إزاي هو بيرتبط بمصر ارتباط وثيق فيما يتعلق بالعلاقة الأخوية. عظيم جدا أستاذ أكرم. يعني دائما زي ما حضرتك كده ذكرت العلاقة ما بين مصر والإمارات لها خصوصية. احنا تابعنا وشفنا مؤخرا زاد حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، تقريبا احنا وصلنا ل 5 مليار دولار. شايف ازاي تاثير هذه الخصوصيه التي تجمع ما بين الشعبين ما بين الدولتين قياده وشعبا على ارتفاع وزياده حجم التبادل التجاري ما بين البلدين؟ طبعا ارتفاع الاستثمارات رمز لهذا الامر، والحال الاستثمارات الاماراتيه في مصر تتجاوز فكره التاثير او الرغبه في تحقيق ارباح وغيره، وان كان ده وارد دائما في اي استثمارات، لكن هي الحقيقه بتقوم على المسانده المتبادله والتعاون المتبادل، ودايما ده شيء بيذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بامتنان حقيقي ويشير اليه بشكل واضح. فمثلا ما جرى زي شفنا صفقة رأس الحكمة أو غيره في أننا بأقيم مشروع سياحي واسع جدا بيخلق فرص عمل، بيخلق مستويات من التنمية، يعني مصر القوس الغربي بتنتقل فيه في بناء التنمية زي القوس الشرقي، انتقالا مش فكرة السياحة بس، فكرة التنمية الشاملة اللي هو المدن والمجتمعات القابلة للتوسع واستيعاب زيادة السكانية بشكل كبير وغيره. الإمارات بتلبي هذا الأمر الحقيقة وبتدخل فيه بشكل كبير، ووجود الاستثمارات الإماراتية الحقيقة بيجذب الاستثمارات الخارجية، لأنه بيضاعف من الثقة في الاقتصاد المصري اللي بتؤسسها البنية الأساسية أو البنية السياسية اللي اتبنت على مدى أيام، وصدق مصر في أنها بتبني نموذج في التنمية برغم وجود مشكلات كثيرة في العالم وانعكاسات هذه الصراعات وغيره، إلا أن مصر نجحت في أنها تبني بنية أساسية قوية، وبالتالي فالإمارات هنا بتشارك في التنمية في مصر بجانب أنها بتعمل استثمارات تعود على الطرفين بفوائد مباشرة وغير مباشرة، لكنها بتساعد في توسع التنمية في القوس الغربي وبشكل عام، وبتجذب استثمارات لأنه عصر كان يعني نقل الاستثمارات بتتنافس في العالم كله، يعني دول كثيره جدا في الخارج في اوروبا في الولايات المتحده في امريكا اللاتينيه في غيره، كل دوله بتسعى لجذب استثمارات. معنى ان الاستثمارات الاماراتيه تاتي الى هنا معناها ان هي بتضاعف من الثقه وبتصنع حاله من التعاون والشراكه وبتوسع المساهمه في التنميه بشكل كبير.
أستاذ أكرم، الحقيقة يمكن بنتابع أنه في متغيرات إقليمية وظروف دقيقة بيمر بها أو بتمر بها منطقتنا العربية، وبتأتي هذه الزيارة يمكن في هذا الوقت الدقيق. عايز أعرف من حضرتك فكرة تضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية، وجود دوائر مشتركة ما بين الدولتين يا فندم، أكيد ده قائم على كمان أسس أو دوائر مشتركة للتعامل مع هذه المتغيرات. سؤال مهم، لأنه بالفعل فعلاً يعني مصر والإمارات في سياق التأثير الإقليمي للدول ذات التأثير وذات الوزن. في دول في الإقليم بتمثل مراكز ثقل ومراكز تأثير، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة. فالحقيقة إنه يمكن مصر على مدى السنوات اللي فاتت والرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديها رؤية في محاولة أولا دعم أي مسارات سياسية، وقف أي تدهور أو صراعات داخلية. في دول عربية كثيرة الحقيقة عانت على مدى السنوات اللي فاتت من انقسامات، من أخطار هددت النواة الصلبة للدول، دخلتها في سياقات وفوضى عارمة. أعتقد أنه يعني بنأمل طول الوقت أنه الأمور تستقر في دول زي سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، تستكمل بنيتها التنموية. وبناء عليه الحقيقة مصر بترفع شعار مهم واتجاه مهم في أنها تريد خفض التوترات والصراعات. وجهة نظر مصر مصر والإمارات في هذا التنسيق أنه يكون لدى الدول العربية رغم كل ما جرى خلال السنوات اللي فاتت وما نشير إليه اللي أثر بالتأكيد على وحدة القرار العربي أو التحرك المشترك، مصر والإمارات كان لديهم رغبة، مصر كانت رافعة شعار أنه يجب أن الدول العربية تكون لديها من القدرة ومن المؤسسات والمشتركة ما يستطيع التدخل في هذه الصراعات، لأنه الدول الكبرى مشغولة بصراعاتها ومنافساتها اللي احنا شايفينها، وشايفين حروب في مناطق مختلفة ومنافسات اقتصادية وغيره، والاقتصاد بيمثل جزء من هذه السياقات. في منافسات وصراعات في العالم بشكل كبير، مصر أمنها القومي تحرص عليه أو غيره. فالعمل بين مصر والإمارات في هذه الملفات الخارجية والملفات الإقليمية الدفع نحو مزيد من تقليل هذه الصراعات والسعي فيما يتعلق بالحرب في غزة التي تقترب من إكمال عام، من وقف هذه الحرب اللي هي إبادية ويعني حرب إبادة وبتمثل أزمة أخلاقية وأزمة دولة في السلام أو في غيره. مصر والإمارات مع حل الدولتين ومع مسار سياسي ومع وقف هذه الحرب ومع منع الاتساع الصراع الإقليمي اللي بيؤثر بالتأكيد على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل كبير. فأعتقد أنه مصر والإمارات والدول الفاعلة في المنطقة بتسعى إلى أنها تواجه هذه التحديات اللي بتمثل بالفعل استمرارا لتحولات غير مسبوقة في العالم كله، ليست فقط تحولات في المناخ أو في غيره، لكن تحولات بتعطي الحروب والصراعات أشكال وتطورات جديدة، بتدخل فيها التقنية وبتدخل فيها حروب معلومات وبتدخل فيها ده، وأنه كمان يبقى دولة زي مصر والإمارات ليس فقط حريصتان على إحلال السلام في العالم وحل الدولتين ووقف هذا الأمر، لكن كمان دفع لمعالجة الصراعات الخطيرة اللي ما تزال تداعياتها في دول جارة زي ليبيا، زي يعني مسار سياسي في سوريا، في اليمن، في تفاصيل كثيرة جدا. فأعتقد أن الجهد كبير وتنسيق كبير ومع الالتزام برؤية مسبقة إنه العالم لا يحتاج إلى أو الإقليم لا يحتاج إلى أي صراعات. أستاذ أكرم، امبارح طبعا تابعنا احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكلية العسكرية، شفنا رسائل مهمة جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل طمأنة للداخل ورسائل شديدة التحذير للخارج. كيف قرأت هذه الرسائل؟ يعني أعتقد أن الرسائل دي مستمرة طوال الوقت، ويمكن بدأت هذه الرسائل مبكرا جدا حتى قبل انطلاع الحرب في يعني قبل 7 أكتوبر، في 6 أكتوبر الماضي، يعني احتفال 50 سنة. الحقيقة رسائل الرئيس طول الوقت واضحة جدا،
رسائل مصر واضحة جدا، والحقيقة ان هي رسائل تقوم على سياسات الحقيقة تم وضعها والتحرك فيها وبنائها على مدى السنوات اللي فاتت. رسائل بتقوم على انه الدولة المصرية تمتلك من القدرات ما يمكنها من تأمين امنها القومي، وليس هذا فقط ولكن ايضا القيام بدورها كدولة محورية في المنطقة تضمن استقرار السلام. واظن انه ده كان واضح جدا منذ العام الماضي ما قبل حتى 7 اكتوبر، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما عنده رؤية مسبقة للتحذير من هذه المغامرات او التدخلات التي بتضر الجميع وبتهدم فكرة السلام. وانه رسائل الرئيس امبارح انه طمأنة الشعب المصري والمصريين بشكل عام، وده رسائل دائمة، ان احنا حتى لو بدنا نشغل مصر في منطقة شديدة الصعوبة، مصر في حوالينا براميل بارود وصراعات، ثم هذه الحرب الخطيرة التي تؤثر علينا وتؤثر على الإقليم بشكل كبير، ومع ذلك نحن من حقنا ان احنا ننشغل ونقلق ونحمل تساؤلات كثيرة، لكن القوات المسلحة المصرية دائما جاهزة. احنا عارفين انه العالم لا يقوم فقط على المصالح المتبادلة، ولكن بيقوم ايضا على امتلاك القدرات وعلى الردع الواضح اللي هو دائما موجود في خلفية الصورة، بالذات من جهة مصر اللي بتحتفل النهاردة ب 51 سنة على انتصارات أكتوبر العظيمة اللي واضحة جدا، وإنها الدولة الأكثر خبرة فيما يتعلق بالحرب والسلم، والأكثر خبرة الحقيقة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال، ودائما ما تمتلك بالفعل وجهات نظر قادرة على ضمان توازن إقليمي وحسم حماية الأمن القومي المصري إلى أقصى درجة، وقف أي مخططات للتهجير أو التصفية أو غيره، في نفس الوقت التعامل مع كل القوى الدولية الفاعلة. يعني مصر بتمتلك علاقات مع كل القوى الفاعلة في العالم، سواء القوى الاقتصادية الصين روسيا اليابان غيره، الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، وتستخدم هذه العلاقات في توجيه الأمور بشكل واضح، ولديها رؤية يعني شفافة وواضحة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر. وإنه كمان مصر بتمتلك القدرة على إطلاق الرسائل، إنه مصر قادرة على حماية أمنها القومي من ناحية، مواجهة أي مخططات من ناحية، وفي نفس الوقت بتسعى إلى سلام حقيقي، سلام يقوم على الردع الواضح في خلفية الصورة. والقوات المسلحة المصرية اللي بتمتلك العلم بتمتلك التطوير والتكنولوجيا، بتجيب النهاردة على أسئلة طرحت خلال السنوات اللي فاتت، لماذا تسعى مصر إلى تأسيس قواتها المسلحة وكلياتها العسكرية؟ يعني جيش وطني قوي يحمي لا يهدد ولا يعتدي، لكنه موجود طول الوقت لتنفيذ وحماية الشعب، ما هو جيش مصر وجيش من أبناء الشعب المصري وليس من الخارج. كان يعني على وصف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو جيش رشيد. شكرا شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني. أيام بتفصلنا عن ذكرى نصر أكتوبر الغالي على كل المصريين وعلى كل العرب، سجل بحروف من نور في سجل الانتصارات. الحقيقة إن واحدة من مميزات حرب أكتوبر إنها موثقة صوت وصورة عبر الصور والفيديوهات، كمان صحف سجلت لحظات النصر الغالي وتم جمعها وتوثيقها من قبل ضيفنا في كتابة عبقرية أكتوبر. خلينا نتعرف أكتر ونشوف سجل حرب أكتوبر مع المصور مع الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. برحب بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ فارس، صباح الخير يا جمانة. أهلا بيك. بحضرتك. أهلا بك. يعني في البداية أنا الحقيقة سعيدة جدا بفكرة أنه توثيق نصر أكتوبر بصور موجودة وفيديوهات، يعني يمكن إحنا حقيقي دلوقتي كمان في أمس الحاجة أن إحنا نرجع نبص عليها دلوقتي، فأمس الحاجة أن إحنا نفتكر هذا النصر ألهام ونعرف تفاصيله
ونعرف قد ايه جه مش بسهوله، جه بشق الانفس وجه من خلال تخطيط ليه لسنين. عايز اعرف من حضرتك رحلتك في جمع وتوثيق الصور وكل يمكن المواد اللي حضرتك قدرت تجمعها عشان توثق حرب اكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل على فكره الذاكره البصريه، يعني او تحديدا الذاكره الفوتوغرافيه، وده مشروع خاص حتى الان، يعني اتمنى طبعا ان الدوله تشارك فيه بشكل كبير وخاصه وزاره الثقافه. يعني انا بعمل على مشروع عن توثيق الحركه الوطنيه المصريه، ومن ضمنها حرب اكتوبر. يعني قدمت 100 عام على ثوره 19 في مجلد تذكاري، نفس المجلد كان اسمه الثوره الام. فكره ان احنا نشتغل على حرب اكتوبر دي فكره انا بدات فيها من سنتين، وكان الهدف حاجه واحده، إن الحروب في العالم الحديث ما عادتش فكرة القوى الخشنة فقط، القوى الناعمة أيضا تلعب دور كبير في العملية، وبالتالي الاستهداف الرئيسي دائما لأعداء الأمة في ضرب الهوية الوطنية. ضرب الهوية الوطنية أول شيء فيه هو إنك تنسى تاريخك، وبعد كده بيصنع هو تاريخ آخر اسمه التاريخ الموازي، بحيث ان مع تكرار هذا التاريخ يصبح ايه في الاخر، الناس بتعرف التاريخ الموازي، وبالتالي التاريخ الحقيقي بيتوارى للاسف وبيتراجع. مهمه الامم هي اعاده صياغه فكره الذاكره الوطنيه، وده موضوع للاسف يعني موضوع مش سهل، لانه موضوع شاق جدا، بيحتاج الى جمع اولا مساله الكوليكشن نفسه، مسألة التحقيق والتوثيق. يعني لما اجي اقول صوره، انا جبت صوره، بس مين اللي واقف في اليمين ومين اللي واقف في الشمال، وايه موقف الصوره، والاجتماع ده كان فيه ايه، والستوري بتاع الموقف نفسه، يعني احنا ازاي الصوره دي وصلت وبقت صوره مهمه. بالتاكيد اللقاء كان لقاء مهما، فانا اشتغلت على ده قبل ذكرى اليوبيل الذهبي، يعني بالظبط من حوالي 3 سنين، واشتغلت عليها بتجميع كبير. يعني كنت حتى بجمع مش الصور وبس والمنشطات الصحف والمجلات والى اخره، اضافه الى فكره الشهاده التاريخيه. وفكره الشهاده دي في العالم كله في حاجه اسمها الاورال هيستوري، انك التاريخ الشفاهي، ان احنا زي اللقاء اللي انا مع حضرتكوا دلوقتي، ان احنا بنسجل مواقف لناس معاصرين، ومهمة الجهة المسؤولة أو المتولية للجامعة إنها تجيب الشهادات دي فقط وتصنع بيها مكتبة أركايف كبير. بعد كده هيأتي ناس تانية هتشتغل على فكرة نحقق هذه الشهادات. يعني شريف كان بيتكلم صح ولا بيدعي، هل هو حقيقة ولا كذب، هل هنا مبالغة أو غير مبالغة. دي صور يا فندم اللي بنعرضها دلوقتي من اللي حضرتك استطعت ان هي تجمعها. دي بالصدفة طبعا، انا جمعتها من البومات القادة العسكريين خلال هذه الفترة، وهي البومات كبيرة. وهنا الجزء اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا لو مش هذه الالبومات تحت ايدينا، احنا عندنا نقطة كبيرة مفقودة او مساحة كبيرة مفقودة. اللي قدام حضرتك ده، انا بس كنت عايز الصوره اللي فاتت لانها يعني فيها حاجه، هو انا الصوره الماضيه استرعاني. هو ده ألان ديلون ولا انا؟ لا، ده هو ألان ديلون مصر، ده الاستاذ عبد الرحمن علي الله يرحمه، المذيع والممثل. هو ساعتها كان في المراسل اليومي، هو والاستاذ حمدي انديل كانوا المراسلين اليوميين للرسائل العسكريه من الجبهه. وانا تشرفت، يعني انا قابلت الاستاذ عبد الرحمن علي في اواخر ايامه، كان يعني كان قبل ما يتوفى كان مريض شويه، فانما كانت المساحه الاكبر ان انا اقعد مع الاستاذ حمدي الكنيسه الله يرحمه. وهنا اللي احنا بنشوفه ان هو بينقل رساله، بيسجل بين الجنود، ودي عظمه حرب اكتوبر، مش انك تدخلي بين فئات معينه من الجيش، ولكن تستطيع أن تنقلي نبض هذه الفئات إلى الناس. طبعا هذه الفكرة قديما ما كانش بقى فكرة أن أنا أنتقل وأرجع، لا، ده كان بيرجع يوميا في عربية عسكرية من الجبهة إلى ماسبيرو عشان يحول ده إلى مواد سمعية. طبعا الموضوع كان شاق، ما عادش بالتكنولوجي بتاع دلوقتي،
الصورة اللي احنا اللي قبليها دي السيدة ام كلثوم، السيدة جيهان السادات. اوكي. وهنا السيدة جيهان السادات لعبت دور كبير، فانا بحاول من خلال توثيق الذاكرة الفوتوغرافية لحرب اكتوبر ان احنا نقدم حاجة ما كانتش، يعني هذه الالبومات اللي قدام حضرتك دلوقتي لم تنشر من قبل، وبالتالي يعني هي فيها عنصر الندرة. السيدة جيهان السادات وهي بتزور القادة والجنود في الجيش الثالث الميداني، وخلفها طبعا اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش. وبالمناسبة السيدة جيهان السادات رحمها الله لعبت دورا كبيرا ومهما، سواء في جمعية الهلال الأحمر أو في الدور في زيارة المصابين ومصاب العمليات من الحرب، وده كان دور كبير قوي بالمناسبة يعني طبعا. وهي استحقت بكل جدارة لقب أم الأبطال. طيب الصورة دي، الصورة دي السيد الدكتور محمود فوزي رئيس مجلس الوزراء وهو بيتفقد، طبعا في الوقت ده كان في وزارة حرب، ووزارة حرب ديت مهمتها أن تعد الدولة للحرب ثم تتابع كل إجراءات العمل اليومي الخدمي للجماهير في إطار الاستعداد للحرب. الدكتور محمود فوزي وهو بيتفقد بعض المواقع العسكرية. وهنا برضو يعني حاجة مشتركة لازم نلاحظها، أن كل ضيف لازم يقابل الجنود، ينزل للجنود، وده شيء مهم جدا. أن أسباب أو السبب الرئيسي في نجاح حرب أكتوبر هو إزابة الفوارق بين المقاتلين، يعني ما فيش قائد وفي جندي. القائد هو الذي يعطي الأمر، ولكن الاثنين جنب بعض في الخندق بنفس الظروف بنفس الأكل بنفس سبل المعيشة. وده من عظمة أكتوبر بالمناسبة، ودي من عظمة برضو الشعب المصري في مسألة أن نزيب الفوارق بين، مش عايز أقول الطبقات، بين الناس عموما يعني. طيب هنا بنشوف صورة من أندر ما يكون. هذه الصورة التقطت داخل إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع عندما ذهب القائد العام المشير أحمد إسماعيل علي للقاء الأسير العقيد عساف ياجوري. وهنا عساف ياجوري، يعني هنا يعني أنا عايز بس نركز فيما تحويه الصورة نفسها، يعني في البعد الإنساني للصورة. القائد المنتصف والأسير المهزوم، يعني لو ننظر إلى نظرة المشير أحمد إسماعيل ونظرة عساف ياجوري، كل نظرة منهم تحتاج إلى صفحات من الشرح. يعني القائد المعتز بنفسه وهو منتصر، وفي نفس الوقت يعامل الأسير معاملة حسنة. يعني احنا شايفين حالة عساف ياجوري عاملة ازاي يعني، وكمان لغة الجسد واضحة جدا، واضحة جدا، واضحة جدا طبعا. وراء اللواء حسن الجريتلي، واللي هو حسن الجريتلي كان أمين عام وزارة الحربية. أستاذ شريف، يعني حضرتك تحدثت أنه في صور بالفعل نادرة، صور أول مرة تظهر، ده حقيقة. وفي حاجات كتيرة نادرة في مصر لسه ما ظهرتش طبعا برضه. أكيد احنا كل حقيقي كل شوية بنكتشف حاجات جديدة عن حرب أكتوبر المجيدة، لكن يعني إيه الصورة اللي حضرتك توقفت عندها؟ وبكل تأكيد الصورة تعني وراها قصة زي ما حضرتك قلت، إيه الصورة أو القصة اللي حضرتك توقفت عندها لوقت وكانت حاجة بالنسبة لك جديدة؟ إن أنا أحصل على تفاصيل الذاكرة الفوتوغرافية للمجموعة 39 قتال، ودي أبرز مجموعات القتال الخاصة بإدارة الصاعقة اللي كان بيقودها الشهيد إبراهيم الرفاعي. على المستوى الشعبي أيضا في صور أتوقف أمامها، وهي الزيارات الميدانية للقيادات الدينية، الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر. ولكني أتوقف أمام حاجة خطيرة جدا، هي زيارة البابا شنودة الثالث للجبهة. والبابا شنودة الثالث كان تقريبا حريص على زيارة شبه شهرية للجبهة، وطبعا كما هو معلوم أن في الأصل البابا شنودة كان ضابطا بالقوات المسلحة. وهو بيمسك بالنظارة العسكرية وبينظر إلى الجبهة في الناحية التانية، وهو شايف القوات الإسرائيلية قدامه، شايف التحصينات، وكان حريص على أنه يقف على الجبهة ويمسك بالنظارة ويتفحص الجانب الآخر. دي طبعا شيء ملفت للنظر.
في من هذه الصور في نماذج كتيرة جدا، إنما يعني اللي يجب أن نتحدث فيه فعلا هو كيف أن نحول ذلك إلى مشروع قومي للذاكرة البصرية. يعني احنا عندنا في مصر مواقع كتيرة فيها مواد خام لعمل توثيق، ولكن كيف يتم ذلك في إطار مشروع قومي؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم ضرب الهوية ده هي مهمة أعداء الوطن. يعني احنا لما نشوف كل المنصات المعادية على مدى 10 سنين فاتوا كان هدفه بس هو ضرب الهوية، تشكيكك في كل شيء. صحيح أستاذ شريف، اتكلمت عن فكرة ان من الأهمية ان احنا نحول ده لمشروع قومي بمشاركة الوزارات والمؤسسات. انا اعتقد ان وزارة الثقافة لها دور كبير في ذلك. يعني طيب هل في مثلا عندك زي ما تقولي دراسة او خطة او مقترح موجود مشروع لذلك؟ ويعني ايه ابرز بقى بنود او محاور المقترح؟ يعني كان بيني وبين الاسبوع اللي فات بيني وبين الدكتور احمد فؤاد هن وزير الثقافة مكالمة طويلة، واتكلمنا فيها على يعني حددنا فيها نقاط، وإن شاء الله أتمنى أن احنا نعمل لقاء كبير معاه ونتكلم على فكرة الذاكرة الفوتوغرافية للحركة الوطنية المصرية في القرن العشرين. يعني احنا لك أن تتخيل احنا في عام المئويات، يعني السنة دي مثلا مئوية البرلمان المصري البرلمان المصري المنتخب، مش فكرة عقد البرلمان، البرلمان المصري المنتخب. كل ما هو بعد 22 هي مئويات الدولة المصرية، الدولة المصرية التي لها عمق تاريخي، الدولة المصرية بوابة المنطقة. كل السنوات القادمة بإذن الله هي سنوات مئويات. المهم ده أن يكون في إطار مشروع مقبول، مشروع تتبناه جهة، وللأسف صعب أن يكون جهة أجنبية، لأنه يعني هذه الجهة لن تساعد على ظهور مثل هذه المشروع. وبالتالي احنا يا استاذ شريف احنا لازم نكون حريصين ان احنا نروي روايتنا، وان احنا لانه مستحيل حد يقدر يحكي طبعًا حكايتنا طبعًا احسن مننا احنا، وده اللي احنا محتاجينه. وغير كمان حضرتك بتتكلمي عن نقطه خطيره وهي توظيف هذه الصور، يمكن ان توظف بالسلب وبالايجاب. يعني ممكن حد اخر يستخدمها وينسج عليها حكايات اخرى، زي ما كنا بنتكلم من شويه عن فكره التاريخ الموازي. انا عاجبني بس كلمه جمانة، احنا اللي لازم نحكي ده حقيقة. شكرا جزيلا استاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا سي قوي يا جمانة. شكرا. اعتقد وقت ان احنا ننهي هذه الحلقه يا استاذ جمانة. للاسف استاذ رجائي، يعني قبل اي شيء لازم طبعا اشكرك على وجودك معايا النهارده، واقول لك يعني مبروك علينا انضمامك لينا. صباح الخير يا مصر. يعني اكون اضافه حسنه لهذا البرنامج بكل تاكيد. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله بكره صباح الخير يا مصر هيكون معاكم في نفس الميعاد من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.